سيدة الرئيسة، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي ملاحظة أولى سيدة الرئيسة، الحوار مع الحكومة طلبوه 73 نائب، 73 نائب اللي طلبوا الحوار مع الحكومة وينهم؟ احنا ما نشوفوش منهم، يظهر لي حتى 20 ما فماش، ولهذا يظهر لي فما شوية يلزم شوية جدية في التعامل. يندرى فما ناس تحب تطرح إشكاليات وتحب تعمل ضوضاء إعلامية فقط، وإلا بالحق تحب تتحاور وتحب تقدم في مواضيع معينة. النقطة هذه الأولى. النقطة الثانية اللي نحب نثيرها، وقع تشكيك برشا في كتلة حركة النهضة حول التصويت في الهيئة المستقلة الوقتية المستقلة للقضاء. أنا نطلب رسميا باسم الكتلة متاعنا نشر نتائج التصويت. احنا كنا موجودين وصوتنا على إنشاء إحداث هذه الهيئة. والله برشا معناها الاتهامات هذه مش باهية، معناها كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قوم بهت، معناها واحد دعينا حاضر حضرنا احنا في التصويت وصوتنا معناها الأحداث الهيئة، وفي الأخير معناها نسمع الاتهامات. أنا نطلب كون رسميا يتنشر نتائج التصويت. ثم نمر للمداخلة متاعي. الأسئلة متاعي موجهة للسيد وزير العدل. النقطة الأولى هي تخص محكمة غرومبالي اللي وقع الحرق متاعها يوم الثورة يوم 14 جانفي 2011، واللي منذ سنتين لحد الآن ما وقعش الإصلاح متاعها. حتى الأجزاء اللي تصلحت هي كانت بمجهود فردي من أبناء من القضاة والمحامين أولاد الجهة، يعني وهو فما بطء من طرف المقاول في إصلاح المحكمة. النقطة الثانية، المتساكنين بولاية نابل العدد متاعهم كبير وهما يحسوا يطالبوا بإحداث محكمة عقارية. كلهم لحد الآن يهبطوا للعاصمة معناها باش يحلوا المشاكل متاعهم تخص المحكمة العقارية. السؤال الثاني هو يخص القطب القضائي. النقطة اللي نحب نسأل عليها بالذات الاختصاص القطب القضائي، يندرى هو باش يتلها بالقضايا اللي عندها صبغة فساد مالي وإداري فقط، وإلا باش يلها بكل ما هي قضايا معناها فيها إشكالية ومعقدة. إلى جانب السؤال على الاختصاص متاع القطب القضائي، السؤال حول التركيبة، تركيبة القطب، شنية المعايير اللي يقع اعتمادها في اختيار القضاة اللي كونوا القطب القضائي، وهما عندهم الصلوحية. سؤال آخر، عندهم الصلوحية في إعادة النظر في القضايا اللي يقع فيها الحكم أم لا؟ والأسئلة هذه هي الملخص متاعها نحب نعرف بها. الأعمال متاع القطب هي فين وصلت، ونحب نعرف مدى نعرف الضمانات اللي القضايا هذه باش يقع التعامل معها بجدية معناها، وإلا يكون معناها كيف ما في الماضي. وخاصة شفنا احنا اللي فما قضايا فساد كبيرة والمتهمين فيها ناس معروفين، ناس معروفين وقع اطلاق سراحهم. شكرا سيدتي النائبة، نكمل هذه الفكرة هذه بارك بتعلة كون الملفات فارغة. نحب نعرف الطرف شكون المسؤول على كون هذه الملفات فارغة. بارك الله فيك.